عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت لكم الكحك المدفوس اللي هو السخن. ناس طلبت الكحك على البارد، مع ان عملته 3 مرات قبل كده، بس مش كان خليها مره رابعه. النهارده ان شاء الله نعمل الكحك على البارد اللي هو دايما بيتعمل بالبصامه، اللي هو بيبقى شكل بتاع المحلات. تمام، مقادير بسيطه جدا وسهله قوي معانا. بتبقى كل حاجه على البارد، ما بنسخنش حاجه، ولا لبن بيسخن، ولا ميه، ولا سمنه، ولا اي حاجه. ممكن طبعا نعمله باي اشكال احنا عايزينها. قول بسم الله الرحمن الرحيم. مش في المقادير معانا، ادي المقادير اهي. عندي كيلو دقيق، انا دايما بعمل معاكم كيلو. كيلو دقيق، كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنه. لو هتعملي 2 كيلو دقيق هتحطي كيلو سمنه، يعني كيلو دقيق على طول وزنه نص كيلو سمنه. وهناخد رشه ملح بسيطه، ومعلقه بيكنج باودر وهو ما يعادل كيس، ومعلقه خميره، ومعلقه ريحه كحك، نص كوبايه لبن، نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر بودره. واحد تقول لي يا صدفه ليه السكر البودره؟ احنا بنعمل غير سكر بودره. عايز اقول لك السكر البودره ده طعم بيفرق في الطعم جدا، بيخلي الكحكايه مسكره من غير ما ترش عليها سكر بودره. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقه. ادي السكر على الدقيق، وادي الملح كمان، والبيكنج باودر، وادي كمان ريحه الكحك. ريحه الكحك يا جماعه بتدي له ريحه. لو ما عندكوش، خاطر في ناس كتير بعتت لي ما عندهاش ريحه كحك، ممكن تحطوا حبه قرف، على حبه جنزبيل، على حبه محلب وبس. وادي الخميره. نقلب بقى ده كله في بعضه. بسم الله اهو، كله بيبقى على البارد كله. تمام كده، قلبنا كله اهو. دي المواد الجافه كلها. نحط السمنه بقى، نعمل فحريره في النص كده اهو. بسم الله. شايفين كده؟ بسيط جدا وسهل قوي قوي قوي. الكحك اللي على البارد ده هو العيب اللي فيه ان هو بياخد عجن كتير، بياخد يعني تقعدي تعجني فيه زياده عن اللازم. زي الكحك المطبوخ كده، تقعدي تبصي الكحك ده بياخد عجن كتير. نقلب بقى الايه، الدقيق في السمنه كويس جدا 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 كده. اصل ده الدقيق هتلاقي العجينه معانا بقت طريه وناعمه جدا. في ناس بتقطعه على كده، بس طبعا هتيجي تشيلها من الصاج مش هتتشال معانا. قلب بقى ده كله كويس. بصوا بقى الحياه بقت عامله ازاي اهي، شايفين؟ في بقى ناس طبعا بتقطعه على كده، بتعمل الكحكايه كده اهو، بس طبعا دي هتيجي تشيلها من الصاج هتلاقيها دايبه وناعمه، واللي ياكل واحده منه هيجيله اسهال. تمام، يوسف قرفان لو اقول اسهال. السكر البودره مش منخول كويس. بصوا تمام كده، قلبناه كويس كده. هنضيف بقى ايه، الميه واللبن. بسم الله، شويه وشويه، ونعجن. وهنضيف برده الباقي حبه حبه. وبعد بقى ما تضيف اللبن والميه ده هتعجني ما لا يقل عن 10 دقايق. يعني كده العجينه نضفت، نضفت الطبق معاكي وبقت كوره كده. كده العجينه معانا ايه، ناعمه وقويه وكلها حنيه. عجينها بقى كلها وارجع لكم تاني. حطي بقى العجينه على الرخامه كده. بسم الله، وعجينها بالظبط خدت كل الميه واللبن اللي انا كنت حطاهم. بسم الله، عجينهم بقى كويس جدا لحد العجينه ما التشققات اللي فيها دي كلها تروح. بزمه كده نعجن بزمه. بضمير يا يوسف. حاضر. اعجن بزمه. يوسف منشكح قوي وبيعجن، مش عارفه ليه. ايوه بزمه بزمه يا ابن الله يرد عليك. بصوا العجينه بقت ناعمه ازاي، ناعمة وقوية وكلها حنية. الرجالة لما تطبخ. لا لا، أنا عمالة أعجن فيها مش قادرة أخدها عجنة. أدي بصي خليها لي زي الملبن. يا رعاك كل يوم والنبي. احنا الاتنين بس أنت تأمري. شوف بقى زي الملبن ازاي؟ قشطة. يا جماعه العجينه بقت ناعمه وقويه وكلها حنيه. يوسف وحسن عجنوها لي. نقطع كده طبعا البصمه بتاعتنا اهي.
تمام. حلوة قوي وسهلة جدا. تبقى كده اهي. طبعا بالبصمه كده اهي. بصوا وانا بعمل دلوقتي مشغله الفرن على 180 عشان الكحك ده ما بيخمرش، عشان ده فيه خميره فوريه والجو نار زي ما انتم شايفين وش كده ما بيخمرش. خلص بقى الصاج كله وارجع لكم في الاخر اوريه لكم قبل ما ادخله الفرن. الكحك ده الميزه فيه غير الكحك المنقاش ده بياخدش وقت في التقطيع، على طول كوره كده على طول. ده الميزه اللي فيه بقى بصراحه. بس يا حبيبي خلصت الصاج اهو، ساعتها فرن شغال على 180، بنحط من تحت بس بنشغل من تحت بس، دي بطاطا قوي، بنحطه على الشبكه في النص وبنشغل من تحت ونسيبه لحد ما يستوي ويتحمر براحته، وممكن تشغله 5 دقايق تشغله الشوايه عليه وممكن لا. ادخله بقى الفرن يستوي اكون قطعت الباقي اللي في الطبق ده. حبايبي اهو زي ما قلت لكم في الرف اللي في النص على الشبكه على درجه حراره 180 ونسيبه يستوي براحته. حبايبي اهو ما شاء الله طلعت الصاج من الفرن، بسم الله. بصوا لونه من تحت ومن فوق زي الفل اهو. شغلت الشوايه 5 دقايق بالظبط، سيبه بقى يبرد يكون الصاج التاني استوى، وبعد كده اوريكم الكميه كلها على بعض. بصوا ما شاء الله كميه الكحكه قد ايه، كل ده من كيلو دقيق واحد. بعتلكوا الطقم بتاع ده، الطقم ده محطوط في النيش من يوم ما اتجوزت في المكتبه اللي بره دي. كمية ما شاء الله كبيرة. خلاص يا حبايبي كده خلصت. بصوا ما شاء الله كمية الدقيق عاملة ده كيلو دقيق، بصوا الكمية قد ايه كحك حلو جدا وطريقته بسيطة جدا. اللي على البارد ده غير اللي على السخن طبعا عملتهولكم مع كوباية شاي بقى وايه، هفتح لكم واحدة واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا من جوه عامل ازاي وطري. بص يعني انا مش عايزه تبص اكتر من كده اهو، نزهه كان محدش لمسها، حطها مكانها. جربوا يا جماعه بالطريقه دي ان شاء الله يعجبكم. بص يا جماعه انا قايلكم كميه مقادير كيلو، لو هنحط كيلو دقيق نص كيلو سمنه هتعملي 2 كيلو دقيق يبقى كيلو سمنه، والضعف الكميه على حسب. كيلو الدقيق بياخد نص كوبايه سكر، فزي ما اتفقنا كل حاجه الكميه بتضاعف. كيلو الدقيق بياخد كيس بيكنج باودر، هتعملي 5 كيلو تحطي 5، الخميره معلقه هتعملي 5 كيلو 5 برده. كل حاجه بتتضاعف معانا، مش الدقيق والسمنه بس، كل حاجه بتتضاعف معانا. اتمنى تجربوه ويعجبكم، والفيديو ده برعايه حسن ويوسف، هما طبعا اللي ساعدوني في العجاين. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، كل سنه وانتم طيبين، وانتظروا ان شاء الله البيتي فول والبسكويت وكل انواع الحلويات اللي ان شاء الله نعملها القريبه. يلا سلام عليكم.